السلام عليكم العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى يلقاكم في هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. اليوم طليت عليكم بهذا الوجه هكا، بغيت نشارك معكم واحد لو ماسك اللي هو خطيره للبنات بزاف بزاف بزاف، يقدروا يستعملوه البنات وحتى الدراري بجوج مكونات فقط اللي هما النشا والياغورت طبيعي او لا دانون مسوس. دونك البنات الفوائد ديال هذا لو ماسك: كيوحد اللون ديال البشره، كيحيد لي طاش ديال الحبوب، كينقص لي طاش ديال الكلف، خطير بزاف بزاف للاستعمال اليومي المدة ديال 7 أيام باش كتلقاو واحد الريزولتا. كيف ما كتشوفوا انا درت في وجهي كامل، خليت غير تحت العينين ديالي واحد شويه، واحد لابارتي صغيره، لحقاش انا ما كنعانيش نهائيا من لاسغن. دونك تحت عيني ما فيه حتى شي حاجه. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من لاسغن فيديروه ويخليوه ماشي تينشف، ديروه غير شويه ويحيدوه. انا كنديرو حتى الشنايف ديالي باش كيحيد هذيك الزروقه وديك الشوارب، تاهما كامل بالاشعه الشمس كيكحالو. دونك البنات هذا الفيديو هذا غيكون خفيف ظريف، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وصفه اللي غزاله 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 ومجربه مجربينها الملايين ديال الناس. دونك هنايا الحجباني حتى هما درت فوق منهم، لحقاش ديجا كنت دايره طاطو في حجباني ودابا بغيت نحيدو، ولقيت هذه الوصفه هذه انها كتحيد لا تراس ديال الطاطو. دونك زعمت وقلت صافي غادي نبقى نديرها، وعطاتني واحد الريزولتا. المهم البنات بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر الجرس. ومرحبا والف مرحبا بالناس اللي معنا جداد، كنموت عليكم كنحماق عليكم والدار داركم كيف ما كنقولوا. يلا ها البنات انا غادي نشارك معكم الوصفه دابا. كيف ما كتشوفوا البنات دابا غادي نبدا معكم الوصفه ديالنا. كيف ما قلت لكم فيها النشا، انا خدت هكا ديال النشا فقط، وغادي ناخذ واحد الياغورت اللي هو طبيعي هذا. المهم انا خديت هاد لا مارك، خدو نتوما اللي بغيتو. انا كنحلو كنخليه في الثلاجه حتى كيخسر مزيان، يعني فهمتي كيكون ديجا هو بيريمي، كل ما كان بيريمي كل ما كيكون زوين. دونك البنات غادي ناخذ معلقه قد هكا، وغادي نزيد واحد المعلقه اخرى باش يجيني القوام كريمي، وغادي نخلط هكايا على هذا الشكل هذا. قبل ما ديروا هذا الماسك كيف العاده كيف ما كنقول لكم دائما، يكون الوجه نقي، ديروه على بشره نظيفه، عمركم ما ديروا لي ماسك على بشره مسخه. دونك ضروري تكون البشره نظيفه وديري ليها شي غوماج. الغوماج اللي كنقول لكم اللي ما عندوش باش يشري غوماج بشي ثمن اللي هو غالي، فيدير فقط زيت الزيتون مع سنيده، هذيك اللي كتكون حبيبات رقاق 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 بزاف البنات، وصافي وكيكون كتكون النتيجه غزاله بهذاك القماش. دونك صافي البنات هنايا غادي ندوز غادي نابليكيه على وجهي، من بعد ما غادي نغسل وجهي غادي نشارك معكم النتيجه كيفاش جات. كوكو لي في، كيف ما كتشوفوا من بعد ما غسلت لو ماسك كانتوما الريزولتا خطيره، راه سون فيلتر سون حتى شي حاجه، يعني ما كاين والو. دونك البنات جربوا هذا لو ماسك هذا لمده ديال 7 ايام، خطير 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 وزوين بزاف. شو شككت شعري الكساسه ديالي قطعتها راسي البنات. دابا ندير معكم فيديو كيفاش تقطعوا شعركم كامل ديغرادي، انا شعري كله كنقطعو راسي، ما كنحتاجش كاع نقطعو في الصالونات. دونك البنات حد لهنا وصلنا للخر ديال الفيديو ديالنا، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا لابو ديالي راه سون ميك اب سون ريان، يعني ما كاين فيها حتى شي حاجه. دابا يلا غادي نمشي ندير مكياج لوجهي، حيت لابو ديالي هكا عجبتني بصراحه، وغادي نمشي ندير ليها شويه ديال فون دو تان ونماكي وجهي شويه. دونك البنات السلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله، ما تنسونيش من لاجيم، وراني كنموت ونحماق عليكم. باي باي عليكم.